السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد بادئ عندي بدء كنشكر الأستاذ الصحفي تاع هيبة بريس اللي جعدنا حتى المطار أورلي، شكرا بزاف. ثانيا مرحبا بالأستاذ نعمان محمد النادري المحامي بهيئة مدينة مراكش ورئيس الهيئة المغربية لنصرة حقوق الإنسان بباريس، الذي حضرها بناء على طلبات من أفراد الجالية المغربية وبعض جمعيات المجتمع المدني بأوروبا في إطار دعمها ومساندتها لقضية المرحومة سلمى الزيزي والإحاطة بهذا الملف وتطوراته. وللإجابة على ذلك أترك الكلمة للأستاذ للتعريف بالملف وبمعطياته، شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، بدوري أتقدم بالشكر الجزيل لجريدة هيب هوب بريس من جهة ولكافة أفراد الجالية المغربية الذين تواصلوا معنا واحتضنونا وتضامنوا في إطار هذا الملف الحقوقي مع الخاص بالمرحومة سلمى الزيزي. وفي هذا الإطار احنا بناء على طلباتهم استجبنا لهذا طلب الحضور من أجل الإحاطة ديالهم بالمستجدات ديال هذا الملف الذي أصبح بطبيعة الحال قضية رأي عام، خصوصا وأن طلباتنا لازالت لحد الساعة لم تعرف أي تفاعل أو سواء إيجابي أو سلبي، وأخص بالذكر الطلب الأساسي المتمثل في استخراج جثة المرحومة قصد إعادة تشريحها على يد أطباء متخصصين في علم التشريح. كما أقول دائما، فتشريح المجرى كان على يد طبيب عام، وبطبيعة الحال اعتبارا لكون مدينة أسفي تتوفر على طبيب مختص في هذا النوع من التشريح. ومن شأن الاستجابة لهذا الطلب الأساسي أن يفتح ويجيب عن مجموعة من التساؤلات حول الأسباب الحقيقية للوفاة، مع التأكيد على أن أب المرحومة مبدئيا فهو لا يتهم أحدا، إنما يبحث فقط عن الحقيقة، كما أنه يضع الثقة التامة والكاملة في القضاء المغربي الذي لا شك سينصفه وسيعري عن حقائق هذا الملف كاملا. واستقلال قضائنا هو مكسب سنناضل عنه دائما، ونحن متشبثون به ومؤمنون به أشد إيمان. لذلك في ختام هذا التصريح المقتضب مرة أخرى أشكر أفراد الجالية المغربية، أشكر الناس اللي صدفونا في مدينة باريس بطبيعة الحال، أشكر السيدة رشيدة ومراسل هبة بريس، وإلى اللقاء في متقرب إن شاء الله.